مباشرة عقب اختتام المقرر الدراسي وانتهاء اختبارات الفصل الثالث بالتصحيح، باشرت المتوسطات في وضع برنامج مخصص للمراجعة والدعم لتلاميذ الرابعة متوسط قصد تحضيرهم لامتحان نهاية مرحلة التعليم المتوسط. نجو هنايا باش نديرو تمارين تفهمونا الشيوخ وكاع تاع البيام يوجدونا. درنا فرونسي ومات، عندي شويه نقائص ان شاء الله نسكمهم ونجيبو البيام. قالوا لنا ارواح ديروا الدعم وانا حبيت نجي باش نستفاد. الصباح درنا زوج سوايع فرونسي وريفيزينا فيها جو واش كان ناقصنا، ودوكا درنا زوج سوايع مات باش ريفيزي واش راه ناقصنا. هكا انا حبيت نجي باش نعالج هذوما النقائص باش كي نحق البيام نكون واجده ليه. كاين نقائص في المواد الاساسيه شويه كيما المات، كاين شغل لازم تعاوني روحك في الدار، ثاني عربيه وكاع تحلي لي سوجي توجدي روحك للبيام. اليوم جينا نقراو ماده فرنسيه عندنا شويه نقائص فيها، حابين ريكيبيري ونجيبو كثر ان شاء الله. انا عندي نقائص في الفرنسي مضاري عندي 10 11 ماكسيموم، وجيت نفهم اليوم عند الشيخه تاعي تفهم ليه انتي كي صح. استجابة واسعة من طرف التلاميذ، وهذا ما يدل على رغبتهم في تحصيل الشهادة بمعدلات عالية. هنا هما كيكيركو لاكون عند لي زيلاف، دونك نعاودو ندير لهم مراجعة عامة، نبداو لهم من ديبي داني ونشوفوا لي لاكون تاع لي زيلاف وين عندهم نقائص، وين شفنا باللي ما ميتريزيوش بيايتو، نعاودو ندير لهم تمارينات حول هذوك النقائص، باسكو لي زيلاف وحدهم بروميارمون سي تو لونغ إترونجيغ. وما يقدروش يراجعوا وحدهم في الدار، يقدر كاين حوايج امبوسيبل يراجعوهم وحدهم في الدار، دونك لازم الاستاذ في اون كلاس يعاونهم شويه يفالي زوريونتي. طيله اسبوع كامل من ابتداء من يوم الاحد الى يوم الخميس، الفتره الصباحيه فقط من الساعه 8 للساعه 10 منتصف النهار، حيث نبرمج كل المواد التي يدرسونها التلاميذ من اجل المراجعه ومن اجل استرجاع المعلومه ومن اجل معالجه النقائص، على الامل اننا نتحصل على نتائج إن شاء الله مشرفة. ككل سنة قبل غلق الأبواب تخصص المرحلة الأخيرة في الدعم المجاني لتلاميذ أقسام الامتحان الرسمي، علها تساعد المترشحين في التحضير الجيد لامتحان شهادة التعليم المتوسط.